قليل العزاء كثير الندم. شاب أمريكي من أصل أسباني يدخل على إخواننا في المركز الإسلامي في منطقة بروكلين ويقول لهم في ترجمة حرفية تقريبا: أريد أن أكون محمدية محمدية. قالوا: من أنت وما قصتك وما حكايتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. اغتسل، يعني استحم، اغتسل، انطق الشهادتين، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علموه الصلاة فصلى، فبدأ صلاة الصبح والظهر، صلى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، لفت بخشوعه وبطول سجوده وبكائه نظر إخواننا جميعا. الرجل يسجد لا يريد أن يرفع رأسه، يسجد ويبكي بكاء طويلا، يسجد ويبكي بكاء طويلا، يسمع القرآن ويبكي بكاء. في اليوم الثالث بعد صلاة المغرب جلس إلى جواره أحد إخواننا وقال: يا أخي والله أنا صرت أحقر نفسي إلى جوارك، يا أخي ما نظرت إليك إلا ووجدتك باكيا، إذا سجدت لا تريد أن ترفع رأسك من السجود، من أنت؟ ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فأخبره بأنه كان نصرانيا وكان يبحث عن الحق ويقرأ عن الإسلام ويقرأ في الأديان ويسأل الله عز وجل أن يدله على الحق. رجل باحث عن الحق، رجل باحث عن الحق. في الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت وأنا أبكي وأنا أضرع إلى الله عز وجل أن يدلني على الحق وعلى الحقيقة. قال: فرأيت في الرؤيا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشير إلي يشير إلي يشير إلي بسبابته اليمنى ويقول لي: كن محمدية كن محمدية كن محمدية كن محمدية كن محمدية كن محمدية. فخرجت من بيتي ودخلت عليه. يقسم الإخوة بالله، أذن المؤذن لصلاة العشاء، الله أكبر الله أكبر، ودخل معه صلاة العشاء، وفي الركعة الأولى سجد ولم يرفع رأسه. ظن الإخوة أنه نام، ظن الإخوة أنه نام. فلما انتهت الصلاة نادى عليه الإمام ونادى عليه الأخ إلى جواره فلم يجب، فقام إليه أحد الإخوة وحركه فوقع على الأرض، فلما نظروا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا وهو ساجد. يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل الإله خير عمري آخر.